هل تعلمون كم عدد الأندية السعودية في الجامعات الأمريكية؟ المفاجأة أن هناك أكثر من 300 ناد سعودي في عموم الولايات المتحدة. ليلى أبو الجدايل وميادة حوساوي وعبد الرحمن العصيمي ينتمون إلى النادي السعودي في جامعة بوسطن. ليلى هي رئيسة النادي. والهدف هو كله بشكل عام بيكون لخدمة الطلبة، سواء الموجودين حالياً أو الجدد اللي بده يجوا من السعودية. في المساعدات الأكاديمية اللي هي أسئلة عن الجامعة بشكل عام، متطلبات الجامعة. في كمان مساعدات الاجتماعية، بيكلمونا من السعودية أن أنا رح أجي اليوم الفلاني الساعة الفلانية، بدي أحد يستقبلني عشان لغته مثلاً إنجليزية ضعيفة. فبزيادة عدد الطلبة السعوديين في الولايات المتحدة وعددهم يفوق 1300 في بوسطن، تم تشكيل أندية تعنى بتقديم الخدمات للطلاب الجدد من قبل طلاب مثلهم. سعادة الناس حاجة جميلة. في البداية لما جيت قعدت أقول طيب أبغى أسوي أعمال تطوعية، كنت أشترك في نوادي مرة كتير في الجامعة، أعمل في بوسطن، بنحسيت طب ليش ما أساعد السعوديين اللي جايين هنا، الناس اللي جو من نفس بيئتي وعندهم أكيد نفس الأسئلة اللي كانت عندي. النادي ينظم فعاليات للاحتفال بالأعياد الدينية والوطنية، ولكن أعضاء النادي يقولون إن تطمين الطلبة الجدد هو أساس العمل. من ناحية الأمور الاجتماعية، ناحية الخوف مع التفاعل مع الأمريكان، يعني هل هم صديقين للعرب أو صديقين للأجانب عموما، العرب خاصة؟ طبعا الأمريكان مثلهم مثل العرب، خاضوا التجربة خايفين، لأن طبعا أول سنة لهم في الجامعة. أغلب الأمريكان يحبوا يروحوا بعيد عن أهلهم، مثلا اللي في جنوب أمريكا يحب أن يروح شمال أمريكا بحيث أنه يتعلم الاستقلالية. فدائما أشارك الطلاب في المعلومة هذه أن حتى الأجانب خايفين من الشيء هذا، نفس ما العرب خايفين. من ناحية أخرى، هناك برنامج تنافسي تنظمه جمعية مسك الخيرية السعودية بالتعاون مع جامعة هارفارد لطلاب المرحلة الثانوية، يأتون فيه من السعودية إلى بوسطن لتحضيرهم للجامعة. منى الشقاقي، العربية، بوسطن.